صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا تعتبر لهم المال المجاهد ليس مولا له والرجل الحق الإنسان الذي إذا ملك مولا مستعلم المال مولا أما الشيخ المجدم والحق الذي يمن أموال الناس يسجدها وينهب ويسلب ويحتدي ويسرق ويظلم ويكيف ده لا يسمى لا يسمى صاحب مولا لأنه هو إنسان هو لص هو إنسان ذئب مفترس يحصل لا يرحم لا يسمى إنسان المال ليس مالا ليس مالا فلو كان له إنسان أنت ولم يعلم يقول له أثبت أن عندك قرصا واحدا من رجولتك يعني من سد في عرقك وفكتر ليك نفيس كل ضرب النفاق والصلب والنهب والكذب والاعتداء والقصف والرياء وكل جاي من تعارض كل بياخد من كل ياكل في كل وموت في كل يبقى هذا اذا ملوش قيمة لان مالك ما انتفعت به ورضي الله عليك او رضي الله عنك بالسبب لكن المال اللي يجيب غضب الله غضب الناس ويشعرك بالخطارة لأن ده مش بتاعك يبقى ده مصيبة وليس نعمة كذلك الشهوات كل شهوة تنتهي بانتهاء أداء هذه الشهوة أنت بتاكل أكلة حلوة بعد ما انتهى الأكل خلاص الاكل ما بقاش باقي بقى راح تعمل
وكان في إدارة هيتعب نادسك مفيش إدارة يبقى انتهى الموضوع. برضه متعة الجنس مجرد ما تنتهي الشهوة انتهت النفسية. علشان كده ربنا قال في الكفار إن نظرتهم نظرات ليست إنسانية هي نظرات كونية، لأن النظرة إلى الشهوات الحسية لا يفرح بها إلا الحيوانات. فالله سبحانه وتعالى قال أولا ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون، وبعد ذلك قال إنهم يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. إذا هذا ليس كيف فيه السعادة إذن سعادة الحق، سعادة الحق هي التي تسكن القلب لا تفارقه وتشعر فيها مع هذه السعادة تشعر فيها بأنك في رضا من الله أولا ورضا من الناس ثانيا وأنك محاط بهذا الرضا. تلقى الله راض عنك، الناس المؤمنون يحبونك، المنافقون يكرهونك، ملائكة الرحمة تحسبك، حياتك خير لنفسك ولغيرك ونفع لنفسك ولغيرك، أنت بهذا في سعادة لأنك أصلا مرتبط بالله، فلما ارتبطت به وتبعت له وأنست بمعرفته وملأ قلبك نور هذه المعرفة فلا تشعر بسعادة لا مثيل لها على الإطلاق. أما الرجل اللي قاعد كده وعمال يقول رب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربي إني سوي الدم وأنت أرحم الراحمين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، ربي حبيبي أنا أحبك إن أدخلتني الجنة فأنا أحبك وإن عذبتني في النار فأنا أحبك وإن أنزلت علي البلاء فأنا أحبك وإن غمرتني بالنعماء فأنا أحبك، ربي أنا لا أطلب غيرك، أنا مش عايز حاجة ثانية، أنا لا أطلب غيرك أنت، أنا مش عايز النعم ومتع الشهوات التي تفنى، أنا عايز النعمة التي تبقى ولا يبقى إلا الله. فإذا بقي وما كان الله باقيا فرداء هو الباقي. إذا نحن نقول كبار الصالحين نحن في لذة لا يعلمها الناس لقاتلونا عليها بالسيف، ولذة هي لذة المعرفة، هي سعادة القلب، هي نسوة الروح. حاول حاول تعيش، حاول تصل إليها، حاول تعيش فيها ظهرك من خلال قراءتك لكتاب الله، من خلال ذكرك لله، من خلال ركوعك وسجودك له. خليك تسأل مرة وأنت تعبد أنك مع الله، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هو ده الإحسان،
الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طيب احنا دلوقتي قاعدين والمسجد مليان جن بيسمعوا زينا وبنسمع برضه، مليء بالملائكه، ونزلت الملائكه تحط الجالسين بأبي أسد، أبواب السماء بتفتح وتنزل ملائكه الرحمه. لماذا؟ لان قوم في بيت الله يجلسون في روضه من رياض جنه الله. لان كلمه جنه مش جنه في البيت او جنه في الدنيا، من هي جنه لان فيها ذكر الله كانت جنه، والجنه ماخوذه من الجنه وهي الوقايه. فمجلس الذكر جنة لأنه يقيك غضب الله ويقيك عذاب الله ويفتح لك أبواب رحمة الله. احنا بكده نبقى صح. ندرس العقوبة على طريق الكثرة. حلو. القرار القدرة والإرادة والعلم والحياة والسهر والبطل والكلام تأمين ولا أي تأمين. الأولاد فاهمين ولا بيصلون؟ الأولاد فاهمين ولا يعرف حاجة عن الله؟ فاهمين عشان يدخلوا الامتحان. لا القدرة مش هو ده. إذن ولذلك في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. واحد عالم بتاع زراعة، واحد كان بتاع جنود، واحد كان بتاع فلك، كل واحد يطلعني يقول بما أننا العلماء يبقى احنا اللي بتاع ربنا، مع أن مفيش أفسد الحياة أبدو. ليه يجيب آية إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ لما تيجي تفهم الآية تجد الصحابة كانوا أكثر الناس خشية لله، والصحابة كان أكثرهم لا يقرأ ولا يكتب. إذن هم علماء أم ليسوا علماء؟ علماء بإيه؟ علم الأرض وعلم الزراعة وعلم الفلك والجبر والهندسة والفن والطبيعة، أم علماء بحق الله؟ يبقى علماء بالعبودية، علماء بحق الله عليه، بعظمة الله، علماء برحمة الله، علماء بالفهم، بالفهم الصحيح عن الله. اللي فهموا عن الله دول بقى ثم دون العلماء ودون الذين يخشون الله. وقد تجد انسانا فلاحا او عاملا لم يدخل الكتاب مره، واذا سمع ذكر الله بكى، واذا سمع القران بكى، وحياته كلها حياته كلها خضوع لله. ولما يسمع اي كلام عن الله لا يحسن. يبقى ده يكتب تحت قوله تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء. وده على صلته واضحه. من هنا لابد ان احنا نبدا الدروس بتاعتنا. ايه الجديده؟ الدروس الجديده انا فكرت في اشياء كثيره. هل نبدا في مواقع الاجتماعية؟ لأننا أهملناها غاية الإهمال. أو نبدأ في النواحي التعبدية ونعيد الصلاة فيها اللي هي الصلاة والصيام والزكاة والحج. أو نبدأ في قصص القرآن وقصص الأنبياء بقى. أو نبدأ في الكلام عن حياة الصحابة والصالحين
وأخيرا وضبط أن الواجب على أي إنسان يريد أن يسلم الناس في الدين أن يبحث عن نقاط الضعف عندهم وعن الأمور التي أهملت وأصبحت بين المسلمين نسيا منسيا. المسلمين يعيشون بالنسبة للأمور دي في جاهلية جهلاء. أي سورة نحن متورطين في حياتنا الاجتماعية؟ وأنا كل مرة قلت كده، الأسر بتاعتنا، كل الفكار، كل الصحفيين، حتى اللي بيتكلموا في التلفزيون، حتى اللي بيتكلموا في الإذاعة، الكل بيقول المجتمع بيتفكك، المجتمع بيفرق، وظهر البلطجية وظهر الحكام وظهر النفاق وظهر الكذب وظهر الرشوة وظهر المحسوبية وظهر كيف، يعني كل البلاوي اللي بتدمر الأمم أصبحت موجودة ليس في العالم العربي وحده ولكن في العالم وحده. وهجمت علينا الأخلاق الرديئة من أعدائنا هجمة صرفة، والغلطة برضو غلطتنا، وأصبحنا إحنا ما بيعجبناش العجب ولا الصوان سببه، لأن الصوان أصل عبادة، وإحنا دلوقتي ما بنفكرش في العبادة، العبادة لله لا، ما أصلها لك عبده ناس بيعبدوا الشيطان، أما إيه تفكر إن بيعبدوا الشيطان ده، أنت فاكرين إن إحنا اتكلمنا في الموضوع ده، وقلت إن 99% من المسلمين بيعبدوا الشيطان، فاكرين ولا ما أنتم فاكرين؟ وقلت في عبادة معناها تبقى تؤدي إلى الكفر، وعبادة هي كفر، وعبادة تعتبر من الصغائر، وعبادة مكروهة. السلام ده الله تدمير الكفر الناس انت لا، واحنا بنتكلم عن اياك نعبد واياك نستعين، واحنا بنتكلم عن الشيطان وتعطينه فيه، يعني العبودية للشيطان احنا بنكسر سورة الفاتحة لو رجعت لها هتنقص، انت مش هتفتكر انت بيسلموا على بعض بنج، مفيش حد يسلم بنج، فالراجل بيبقى ناس كده بقى السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم قال له يعني خالد هلمك، والثاني السلام عليكم يعني مش قبل فكرة، الراجل السلام عليكم معاك حاجة فكرة ولا مفيش؟ مفيش سلام عليكم لله، مفيش سلام الحب، سلام الإخاء، سلام النور، سلام الإسلام، مش موجود، لأن الإسلام نفسه فيها، فأصبح كلمة سلام أو كلمة إخاء أو كلمة حب بقت غريبة عندنا، دول ما يعرفوش إلا حب الجماعات العاهرات فقط، إلا حب العاريات فقط، حب الشهوات، لما جيت كلمة الحب محدش يصرف الحب إلا إلى هذه الجوانب. مين؟ ده احنا لسنا حيوانات، ده احنا مسلمين. في الحديث حديث الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الآية فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، يحبهم ويحبون، والرسول عليه الصلاة والسلام الخلاص من كنا فيه وجب حلاوة الإيمان،
أن أولها أن يكون الله ورسوله أحب إليه منا سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. يحب المرء حبه لله مثل يحب لشهوة أو لغرض أو لدنيا، لا. ويعرفنا وخدنا فيدي أن هذا الحب في الإسلام يعتبر من أكبر العبادات التي تقربنا إلى الله. ويبقى أن تعرف الحديث اللي ذكرناه مرارا، أن رجلا زار أخا له قرضا يدور أخا له في قرية، فأرسل الله على طريقه ملكا في صورة إنسان، فقال له: إلى أين؟ قال: إلى القرية الفلانية. قال: ماذا تريد منه؟ قال: أزور أخا لي في الله المهلف عنده حاجة تردها تطلبها. قال: لا، غير أني أحببته في الله. فقال له: أنا ملك من عند الله، جئت لأقول لك تبت وطاب من فات وتبوأت من الجنة منزلا. عشان حب لأكل الله، ما بالك انت لو حبوك كتير بقى. احنا نبتدي نعيد البث، مش نعيد البث هنوزع فلوس. اول ما نقول للناس البث نقول اي كده، والله الحكام هيجوا، والله هيطلعوا لنا حواسب، هيعملوا لنا منفعه. لا يا سلام، احنا غلط. احنا لما نيجي ندور كلنا على عدنا كده اغنى، كلنا اغنى من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزل عليه الوحي وامروا ان يجاهدوا في سبيل الله، اغنى منهم كلهم. لان الواحد منهم ما كانش بيلقي الا عزاء يلفه، وكان علشان يطلع يقاتل واخد نسله فيها شوية قمح وحته قربة صغيرة كده حاطط فيها المية، أدي الزاد من الوقت. ولما يخلص القمح وتخلص المية يشتكي للرسول عليه الصلاة والسلام ويقول له: نعمل إيه؟ التمر خلص. يقول له: اللي معاك تمر أو اللي معاك تمر قليل. وإحنا قربنا في النص أسبوع والعقد. يقول لهم: طب هات التمر اللي معاك. وكل واحد يجيب، اللي يجيب حفنة واللي يجيب حفنتين واللي يصب شوية يجيبهم يحط كده ويسلم الله عليه ويقول لهم: تعالوا كلكم الجيش كله، كل يغترب كما يشاء ويغرفوا كما يشاءون، ويخلصوا أخذ أكل وشرب كله ويحوشوا ولسه التمر السنة. ليش كده؟ طيب لو من الاول ما كان ربنا يبعث من الاول ويقول له: طلعتم ملايين. قال له: لا، في فرق. انت لو طلعت مليون مش هتفكر في الرحمن، انما تفكر في الرحمن لما يحرمك وبعدين يديك النعم ويديك مع النعم النصر ويديك مع النصر. رسول الله يمشي بينك وهو ابكر موتى وأشد حاجة في الطعام والشراب، وتشعر إن الدنيا دي كلها ربنا لم يؤت لها قيمة كما قال لرسوله: ولسوف يعطيك ربك فترضى. لم يرضى أن يعطيه تمرة ليشعره أن الدنيا لا تستحق هذا الكثير، ملهاش أي قيمة. قال: ولسوف يعطيك ربك فترضى. زوج جبريل قال له: أرضيت؟ يعني بعد ما انتصرت أرضيت ربك يقولك السلام ويقول لك أرضيت يا محمد؟ وقال: رضيت رضيت رضيت. وراح البيت، وراح البيت خلفان في حط الدفاعة من الخوف ينام عليها بنت أكثر في جنبه، يسترون حط الغريب أفت من الغريب ينام عليه أبو السرور بتاع رسول الله وكتبه ومفيش حد عايز يتوجه يقول: ما يصحيش حد، والقربة معلقة
يطب من القربة ثلاثمية ويطرب، يطب من القربة ثلاثمية ويطرب، والبيت ما فيش ولا تسرة علشان يقوم يمر الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهلة لا يسعل ولا توقظ في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تبخص ولا مرة في التاريخ. هو ده اللي قال ربنا ولا سوف يعطيك ربك فترضى. يبقى لو كانت الدنيا لها قيمة عند رسول الله مش عند الله، هي ملهاش قيمة عند الله، لكن لو كان لها قيمة عند رسول الله لأعطاه الله منها. لكن لأن ملهاش قيمة قال لا لا مش هي دي اللي اديت منها، أنا اديتها فترضى وأنت نفسك لا تتشوف إلى الدنيا. لا تصوت أبيك عايز منها؟ قال له لا. تحب خليلك بطفاء مصة كلها ذهب؟ قال له لا. تحب خلي جبال مصة تمشي وراءك ذهبا؟ ولك أنت أن خلد تعيش في الدنيا تعيش إلى ما لا نهاية؟ قال له لا. كل ذلك لا. أمال إيه؟ في آخر حياته البل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى أريد أن ألقى ربي أريد أن ألقى ربي. هذا الحب أفضل الحب حب الله حب الناس حب القرآن حب السعادة الطاهرة النبوية حب العفة حب الجمال حب الكمال حب الصدق حب الوفاء حب الأمانة حب المروءة والرجولة حب التعاون حب الإيثار حب العطاء. وده الحب الرباني، ده الحب الحقيقي. أما حب الإنسان وحب الشيطان وحب الأكلات وحب الله والسرقة والكذب والنفاق والخداع والبطش بالآخرين وسلب أموال الفقراء والمساكين والاعتداء على الضعفاء والمحرومين، هذه ذئاب متوحشة لبست ثيابا آدمية بطريقة ضللت المسلمين ضللت الناس طريقة بالضلال من ذاتها. طب احنا عايزين السعادة الحق نقدر نحن السعادة من كل ولا ما نقدرش نقدر عليها نيجي ندور عليها؟ ده احنا من السهل. انا هقول لك على حاجة بس ما تزعلش. انت مثلا اولادك وبث ولد المصلين فتح المصحف وقرأ من كتاب الله وجلس إلى القبلة واذكر الله ووجدت بيتك تفعل ذلك أو زوجتك تفعل ذلك، هل فرحت حين وجدت وضممت ابنتك إلى قدرك وقدمتها وسترتها وقلت لها يا بنية ادعي الله لأبيك؟ حد عملها؟ طبعا لا. ليه؟ قلنا خلاص يا بنت لا مكاية أنت هتعمل ربع العدوية ما تخلصي وتقوم تجيبي لنا أكمة ولا تجيبي شاي ولا تجيبي قهوة ما تخلصي مش هتعملي مزيان لكل درجة مختلفة. احنا فين؟ انا بقول ان احنا بنعيش في مجتمع جاهلي استولى عليه الشيطان وكل شيء فيه للطرف المعاني الجميلة والحلوة دي ويخلي حياتنا سعادة طارت منه بتعمل جلسة كل ليلة كل أسبوع بلاش كل ليلة أنت والأسرة بتاعتك وولادك تشربوا كوباية شاي وتاكلوا سلطات وشوية لبن
وكل واحد منهم يسأل الثاني بيحافظ على الصلاة ولا لا، بيحافظ على السنن ولا لا، ويسأل ابنه ما أفضل عمل تقربت به إلى الله في الأسبوع ده ابني، أو لبنته ما أفضل عمل تقربت به إلى الله يا ابنك. نفاكر لما كنت مدرس الدرس عن الصفحة المنسية، فبص عامل جدول للأولاد، الجدول فيه المذاكرة بنود كده حوالي 10 بنود، كل يوم نسدد البنود دي، إذا كان سابق يحط شرطة، إذا كان نفذ البند يحط شرطة، ما نفذش يعمل كده علامة إيه؟ علامة حي. أول بند الصلاة أوقاتها، ثاني بند على طول كده ساعة الوالدين، ثالث بند المذاكرة وعمل الواجب، رابع بند يحاول أن يخدم أي إنسان من الناس، خامس بند أن يتصدق بأي شيء يمكنه كل يوم. شايف بنود كده حلوة، وكنت في الآخر بطلب من الآباء الجدول ده آخر الأسبوع يجيلي، وقد وقع عليه الأب أو الأم، يوقع عليه ويقول لي إن الكلام اللي موجود ده صادق، وإذا كان هو صادق يرضاش يوقع، يعني الولد صادق صدق في حبه. العملية دي حاجة غريبة جدا، علمت الأولاد منتهى الصدق. فأنا أرسل إليك الولد هتبني في الصلاة، لا أنا أخطأت لم أصلي الصبح في الغد اليوم ده، اللي يوم السبت أو يوم الحد مثلا، أنا تصدقت اليوم بيوم يوم الليلة صدقت، وأنت صدقت بثلث دم، تيجي مثلا اليوم التاني أنا تصدقت بحبات من اللب، حاجة بسيطة أوي لكن تحس إن ليس معاك. أنا ساعدت رجل في حمل برسيم كان يريد حمله على حماره، أنا ساعدت رجل عمي في نقل أشياء من المكان الفلاني للمكان الفلاني، فصورة اجتماعية تحس تفرح بها لما تفرح. أولا ولما اليوم اللي ما صدقت فيه يخاطب عليه، أنا ما صدقتش في اليوم ده، ما عملتش حاجة، لو ما عملتش خدمة يروح خاطب، يعني أنا ما عملتش خدمة. من غير ما يا داخل الأسبوع وأشوفه وأبقى فرحان بهم، إلا إيه ورقه الثاني يعني مثل مضبوط أوي، أبوه بقى بيكون بيديني كلمة، ساعات الأب يقول أذكر وابني كما تحب مش كما هو مكتوب في الجدول، ده الآباء اللي هم بيعرفوا يقروا الكلمة. كل دي بتفرحني جدا، تحس ان كنت عملت خدمه. درجه كل الاولاد بقى كل واحد منهم بدل ما يفكر يخدم حد بره، يقول كل واحد بيقول لزميله يا اخي اعمل اطلب مني اي خدمه اعملها لك، لان عشان املى الجدول بتاعك، قل لي اي خدمه اعمل لك ايه عشان املى جدولي. فالعمليه دي بقى كل واحد يقول للتاني انا عايز اخدمه، بدل ما يطلع بعيد بقى ويدور على حد يخدمه. الوحدة استفادة في الصفات بقت جميلة، فلما يجي وقت الصلاة علمته يطلع على الزاوية ثم نفس المساحة، يطلع على زاوية الغرباوي واحد يأذن ومقيم واحد منهم يصلي بهم جماعة، بعد ما علمتهم صلاة الجماعة وبدأت الحكاية تبقى موزونة أوي ومظبوطة جدا وطريقة حلوة وحلوة وحلوة، لغاية ما جنب ناظر كافر ابن 60 كافر. قال الأولاد بيضيع وقت كتير، والكلمة بسيطة جدا، احنا نخليهم كل واحد على كيف، اللي يحب يروح يروح واللي ما يحب يروح ما يروح، ده في الأول. وبعدين أنا لبيت علم، احنا بنروح الجاية علشان نصلي، كل واحد اللي يحب يروح يروح من وراك من وراك. كل الاولاد درست معلم راحوا وعرفوا بسهوله وتحدوا تحدنا ده.
ده بعد كده بقى لقيت الحكايه زودت قوي بقى كان لاقي من المدرسه بتاعتي يعني ما حدش هيسيب حد بقى اللي حصل ان احنا في حاجه الى مجتمع يحب بعضه ويرسم بعضه ويتعاون على البر والتقى ونعود تعود تماما الى بيوتنا البسمه والضحكه والراحه الطيبه والحياه الجميله على اساس طاعه الله وعبادته. يعني انا مش بدور على اساس ان احنا نصلح بعض من بره واحنا بنعصي ربنا يبقى نجيب فرح، لان الفرح الحقيقي في طاعه الله في العبوديه لله سبحانه وتعالى. الموضوع ده انا بعتبره ان الموضوع خطير جدا. ثاني، هل الاسلام اهتم بالجانب الاجتماعي؟ هذا الاهتمام الكبير؟ الجواب، جواب الاستاذ عبد المحسن موجود في كتاب السلوك الاجتماعي لو قريت، هيقول لك ان في نقطة العهد النفسي وهو عهد تأسيس العقيدة الإسلامية، العهد النفسي لم ينزل فيه من الفرائض الفرعية إلا الصلاة. ما نزلتش الزكاة، ما نزلتش الصيام، ما نزلتش الحج، ما نزلتش التشريعات التشريعية سواء كان مالية أو تعزيرية أو جنائية، كل ده تأخر لغاية ما راح المدينة. إيه اللي نزل في مكة؟ أمرين اثنين، أولا العقيدة، والعقيدة القرآن تكلم عنها لمدة 13 سنة وهو بيتكلم عنها في السور اللي تصل إلى 95 سورة في الصلاة المكية اللي فيها الكلام عن العقيدة وعن الله وعن صفاته وأسمائه. ونزل تربية الصلاة في مكة، واللي نزل مع العقيدة في مكة الواجبات الاجتماعية. الواجبات الاجتماعية نزلت في مكة مع العقيدة، أو الأخلاق الاجتماعية نزلت مع العقيدة في مكة. قد إيه بقى إحنا؟ وقول إيه يعني؟ إحنا صحيح كلنا بنصلي، يا جماعة يلا نصلي، يا جماعة يلا نصوم، يا جماعة نجس، يا جماعة نحب، أيوة جميل جدا أن نذكر الله ونعبد الله، جميل أوي. لكن تعالى الصفات الأصل، الصفات الاجتماعية لما نزلتش ليه ما تأثرت؟ التي أمرها أساس التشريع، أساس التشريع في الحياة أمرين. الأمر الأول ارتباط الإنسان بالله إيمانا وخضوعا وبه العبادات. الأمر الثاني أن يكون الإنسان لبنة نافعة صالحة في المجتمع. أبو التربية الدينية خايفين من الدين ليه؟ لأن الدين هيجيب العفة، هيجيب الصهر، هيجيب الأمانة، هيجيب الصدق، هيجيب الوفاء، هيجيب العدل، هيكره الظلم. يبقى طبعا الظالم ما بيحبش العدل، الحرامي ما بيحبش المال الحلال، ولو جبت له مال حلال يقول لك مسك، امال ايه؟ لكن ما تسكت عكس مال حرام مرتاح. ناس كتير قالوها، ما كانش ياكل مال حرام يقول لك مش مرسوم. فلما تيجي انت في سورة الانعام، سورة مكتوبة ومليئة بالتوحيد ومليئة ايضا بالنعي على الكفار في العقائد الفاسدة التي كانوا عليها، في اخر السورة 10 وصايا، وصية منهم
بعبادة الله، وباقي الوصايا في الواجبات الاجتماعية، الإحسان إلى الوالدين، الإحسان إلى الوالدين، الوفاء في الصوم والنظام والعدل وترك الظلم وترك الفواحش والمنكرات إلى آخره. من أول قوله تعالى: قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى أن قالوا أن هذا صراط مستقيم فاتبعوه فلا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. حتى الصوم والنظام والوفاء ذكرتهم هذه الآيات على أنه من الأسس أسس العدالة في الأمة الإسلامية، العدالة الاجتماعية. وتعمل في الصوم حتى كلنا كلنا نتحاسب عليهم شوية. أيوة خد بالك لأنك قربت تجمع الواد اللي قدامك هو عزوان من حد المؤمن. فالحس ده تحس قد إيه إيه اللي خلى ربنا يجيب سورة الفيل والميزان ويجيب اليتيم في الوقت ده ويقول أعملوا أكرموا اليتيم أعطوها حقه ويقول أوفوا الفيل وأوفوا الميزان وأنتم لا يبخس أحد أحدا شيئا. طيب ومش كده بس، لأن الصورة اللي قالت ليل الليل متأخرين صورة مكتوبة يوم الصور وإن كان بعضهم قالوا إنها مدنية ولكن كان أهل المدينة واقفين على أمرهم يظلموا فقالوا مدرك هنا وأرجع مدرك هنا. فتعالى كان اطلع معانا روح لغاية سورة الإسراء في 15 وصية اسمها الوصايا الذهبية. الوصايا الذهبية دي من أول قوله تعالى: لا تجعل مع الله إله آخر فتقعد مظلوما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وتمسك بعد كده اتكلم عن الوالدين، يتكلم عن الأقربين، يتكلم عن النفقة إلى ذوي الأرحام، يتكلم عن تحريم القتل، تحريم الزنا، تحريم مال اليتيم، تحريم الظلم، تحريم الكذب إلى آخره. 15 وصية كلهم نزلوا في العهد المكي وكلها واجبات اجتماعية ما عدا أول الآيات: لا تجعل مع الله إلها آخر واكتم باسمه بعدها وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. جاب كل اللي جاب الوالدين هنا وجاب الأقربين وجاب النفقة على الأقربين، لدرجة إنه قال لما تنفق على الأقربين ما تنفقش كل مالك ما تبذل تبذير، إن المبذلين كانوا إخوان الشياطين، لكن خليك معتدل لا تصرف ولا تكثر، خليك بين ذلك اتخذ سبيلا بين ذلك أو بين ذلك بين المسلمين. إيه اللي عمله سيدنا؟ إن الواجبات الاجتماعية أهلتنا في هذه الصورة وقبلها ببين والقرآن بيهديك إلى الطريق اللي تسعده بيه، السعادة الحقة، السعادة الدائمة، إن تبدأ من هنا ولا تنتهي أبدا. تمشي معاك، تكرسي القبر معاك، تقوم يوم القيامة اللي فيها 50,000 سنة معاك، تدخل معاك، تاخد بإيدك إلى الجنة وتلقى رضا الله وهو يقول لك: السلام عليك عبد المؤمن أو ولي الصالح. يطمن عليه سلام قولا من رب الله. ده صح، دي السعادة الحقيقية. سعادة فين؟ سعادة في القلوب، في العشق، في الحب، في التآسي، في الرحمة، في منع الضرر، في الإحسان إلى الآخرين. هو ده الخط الصح. تعالى برضه: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مساه الشر جزوعا وإذا مساه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون الذين في أموالهم حق معلوم
للسائل والمحروم الذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غير مؤمن والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم لكن كل الوصايا هتلقى وصايا اجتماعيه خاصه بحفظ المجتمع حفظ القيام الاجتماعي. طب ايه رايك بقى ان في ايه في القران بتقول ان الله ما انزل القران الا من اجل اقامه العدل بين الناس. بين الناس. عشان كده يا حد الحاضر ايه الدين؟ نادر اللي عايز الدين. انا قلت ايه بيحارب الدين؟ هو مثل اول يصلي؟ لا، الدين عفه وهم يريدون عفه، الدين كرامه وهم يريدون الكذلان، الدين امانه وهم يعيشون في الخيانه، الدين صدق وهم لا يعرفون الصدق، الدين وفاء وهم فيماهم الغدر، الدين ايمان وهم كفار. ده نقول برضه ده اطلاق. سنكرة سيكون صعيدة الارض تتاكل وملئت البيوت وملئت القلوب كالنفار ركب عفاريت والرجال ركبهم 600 عفريت هم بيحضروا العفاريت وهم مش قادرين يحضروها منين ولا يسالوها منين. انا خايف اللي بيحضروها ينصبهم بعد كده 100 عفريت من اخر يهربوا ياخدوهم ويهربوا. ليه؟ أن ربنا بيقول فلن ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم حتى فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. ويعرف يعرف أن الشياطين يلقي بعضهم إلى بعض بطرف القول غريب مسألة متحدثة مع الشياطين. طب يعملوها منها إذا إذن الإسلام دين الأصل في أن يرتفع بالإنسان ليصير ربانيا ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تعلمون. يبقى قيمتك قيمة ربانية اللي في الناس بتحتقرك وقد يكون أقل إنسان يحتقر ويزرع أفضل من أكثر إنسان في العالم كله وجزاؤه أشرف من أكبر إنسان في العالم كله. نفس الحديث رب أسعف أو ضربوك امرأة لو أقسم على الله مثال هذا مسألة الربانية دي أكثر الربانيين فقراء. إلى الأصل الأول تبقى رباني ثانيا تبقى إنسان. إنسان ما يبقاش وحش. والكلام ده كله مسألة القرآن مش أنا اللي بقول. لما ربنا قال أولئك الأنعام بل هم أضل ولما قال إن شر الدواب عند الله ثم البطن الذين إلى آخره ولما ذكر الجن أولى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم وذكر كل أعمال الكافرين الواقفين للمؤمنين السابقين بالكتاب بين أن كل من صد عن الله وعن سبيل الله وعن دين الله فهو كافر مسلب في النار. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ودول ربانيين اتصلوا بالله وأخذوا عن الله وخضعوا رفعوا وصدروا فقالوا ربنا بما تأمرنا وعن أي شيء تنهانا
ربنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سمعنا وأطعنا نسألك المغفرة ومرجعنا إليك ووقوفنا بين يديك والحكم علينا منك وحدك ولا أحد غيرك ولا أحد غيرك وحدك. يبقى خلاص المؤمن بالشكل ده هيبتدي يصحح موقفه ويعيش رباني ويعيش انساني. يبقى لما ندور على الانسان الرباني يبقى مين؟ يبقى مين؟ يبقى مين؟ يبقى المؤمن. ولما ندور على الانسان الانسان يطلع مين؟ طالب. وغير المؤمن الصالح لا إنسانية. مش أنا اللي بقولها بقى. اللي قال كده أبو. اللي قال أولئك كالأنعام بل هم أضل. اللي قال إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. الله. مش أنا اللي بقول. واللي قال ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. الله. واللي قال إنهم يأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. الله. إذا في إنسان رباني هو المؤمن الصالح. في إنسان هو الإنسان يبقى هو المؤمن الصالح. المؤمن الصالح ده ده بيبيع سجن بيبيع جرجير بيبيع بقدونس ماشي جنب الحصان ماشي حاتي ماشي عريان او لكن بكله لا ينقص لا من ربانيته ولا من انسانيته. وتجد بقى ان اصحاب القصور اصحاب النعم اصحاب الطرف أصحاب الأموال المكدسة ليسوا إنسانيين. ليه؟ لأنهم مشغولين بشهواتهم. وتاخد بالك من فكرة معينة، لا يوجد إنسان مشغول بشهوته لا يعتدي على غيره أبدا. ما تحصلش. كل اللي مشغولين بشهواتهم معتدون. ليه؟ ما دام انت مشغول بشهوة المرء يبقى انت مش هتقضيك موافق هتعتدي على اعراض الناس. ما دام انت مشغول بشهوة المال يبقى مش هتقضيك طريق الحلال يبقى هتعتدي على اموال الناس. ما دام انت مستفيد المنصب اللي انت فيه يبقى هتدور تكتب وتكتب وتخبط وتكتب ضد المدير اللي فوقيه والثاني والرئيس اللي فوقيه عشان تخرب بيتها عشان تحصل لمفرحة. ما من انسان صاحب شهوة الا وهو معتدل. ما تجيش طلع لي صاحب شهوة لا يعتدل. فكروا فيها كده. ما تفكر. انت عايزاتك ليه؟ طلع انك بعزيز غصب. قال بس ايه؟ مفيش هذا انت فكرت بيه؟ في واحد صاحب قهوة لا يعتدي. وتلقيته فين يا حد الوزير؟ صاحب قهوة لا يعتدي ملح وجبن يفرش طريق النور. طيب ما دام عنده شهوات عايز يبني شهوات. ما هو لو كان اللي عنده خفيف ما كانش اصبح صاحب قهوة. يبقى صاحب قناعة. اللي عنده ما يكفيه وكان عندي يسمى صاحب قناعة. اما اللي مش معدوش اللي عنده يبقى اللي عنده صاحب فراغ يبقى صاحب فراغ. فحد يعني معلم مين بقى الحقائق هو ده. فبناء على ذلك نقدر نحس نفهم ان الانسان لما يقود الاسلام ويوجهنا التوجيه الاجتماعي ده يعرف ان التوجيه الاجتماعي اساسي فالصلاة والصيام والحج أساسي مع العقيدة الإسلامية. ولذلك أنا بنتكلم قبل كده وإحنا بنتكلم عن
الموقف وعن جهنم وعن عذاب الله. الثلاث قد يكون المرء مصليا مسبحا ذاكرا ملازما للمسجد والزميل خمسة خمسة جبهته وهو عند الله فاسق ومن أهل. ليه؟ لأن الرجل بيحتقر مراته، بيظلم مراته، بيظلم أولاده، بيظلم عمته خلقه، بيحتقر أو بيظلم أبوه وأمه، مفيش بر والدين، مفيش كتان، بيظلم جيرانه، بياكل أموال الناس بالباطل، خائن غدار. كل ده فاسق ولا لا؟ هو الشاطر أو يقعد في الجامع يقعد يكتم كتم كتم كتم، ولما يطلع بره يقول بقى ما بقاش كتم بقى، يبقى هضما هضما أكلا أكلا على طول يفرق الناس. فده تسميه مسلم؟ طب ما هو الحديث بيقول المسلم من صلم المسلمين من صلم الموقف، والمؤمن من أمنه الموقف على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. طيب هو ده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، يبقى فين الإسلام بقى؟ ولا احنا واخدين الإسلام كده كروكة؟ إن شاء الله أرض وتكون دي بداية علشان ندخل بيها إلى واجبات الاجتماعية. هو رسول الله وجمع المسلمين يريد الصلاة طلب الحاجة، صلاة الحاجة يعني، ويريد الله دعاء والصلاة أداره الكنيسة وقع من كثرة الدعاء اللي هي صلاة الحاجة يعني. هي صلاة الحاجة وصلاة الطاولة هي كلها معنى واحد في الحديث، فيها حديث صحيح إنك صلى ركعتين مش الكنيسة واقعة بقصد قضاء الحاجة أو التوبة إلى الله أو أي رغبة تحبها، ثم تطلب من الله وأنت ساجد، وفي آخر الصلاة تطلب من الله الشيء الذي صليت من أجله. هل العمل في البنوك حلال ولا حرام؟ إذا كانت البنوك ربوية يبقى حرام، إذا كانت البنوك ليست ربوية يبقى مش حرام. هل الهدايا في فترة الخطوبة، هل بعد فتح الخطيب أو الخطبة من حق العروسة أن ترد إلى الخاطب؟ كل الهدايا أثناء الخطوبة في هدايا نوعين، هدايا عبارة عن حاجات بتتاكل اسمها روحة تطلبها، لكن إذا كان في ملابس أو شبكة وأنت بتفك الخطبة من حقك إنك تاخدها، لأن ما حصلش ارتباط له، لكلام ارتباط. لكن لو حصل عقد وأنت وهو اختلفتوا وحسستوا وأن يحصل قرار قبل الدخول، يبقى هو اتخذ نص المهر. أما بعد الدخول إذا دخلت بها فقد وجب مهرها كاملا ولو بقيت معها ليلة واحدة. لا، كلام ده ملوش قيمة، لأن مدة الخطبة الغرض منها أن كل واحد من حق اللي يرجع، هو ده الأصل. وبعدين إحنا ليه بنخش المنهج ده؟ بنصلح أمورنا وننصح، ولو نسينا صح كانت حاجاتنا كلها تتحل، لأن فيها خطأ مش فارق. شكرا يا ابني، اللي أحبك الله الذي أحببتني فيه. الشباب اللي عاوز يتجوز عايز فتيات مسلمات، طب ما عندنا فتيات مسلمات عايزين يتجوزوا، وهم وبرضه بيقولوا لنا احنا مش لاقيين شباب اسلامي، يعني شباب بيصلي ويصوم ويخاف ربنا ويعبد ربنا. هذا معنى الشباب الإسلامي؟ ما هو كل الشباب حول لك احنا ملاعن ايه؟ ما اللي عن اهو والله كان إسلامي، كان إسلامي أحسن من اللي قاعدين في الجامعة دول دلوقتي. يقول لك كده، هو قاعدين في الجامعة دول انت فاكر ربنا بيقبل منهم؟
وعنده سيدة سيدة الطاولة هو كده من نفسه. فإن شاء الله من موجود يعني إخواننا هنا الحاج عبد الهادي إخواني يعني عاملين العملية دي. بس اللي عايز يتجوز منهم هم يشوفون الفتاة المسلمة الصالحة. إذا فقد الإنسان وضوءه وصلاة الجماعة وقام في الصف الأول يسيب الصلاة ولا لا؟ يسيبها أول ويطلع من أمام المسلمين أو يطلع من أمام المسلمين على الأقل، بس يحط إيده على مناخيره كده بيقولوها الفقهاء أن يعني مناخيره يذملها دم أو كده على الخصم أو على بقه يعني هينزل منه كتير، يعمل إن هو كده يتنفض من وقته في الأرض لغاية يطلع بره. ما حدش عارف بقى ايه اللي حصل. هل لو واحد كان فيه متأخر واقتدى بالإمام في الركعة الثالثة مثلا ثم قام ليقضي ما عليه ودخل إنسان آخر يجوز أن يقتدي به ويصلي وراه وتبقى جماعة؟ الجواب نعم يجوز. لو واحد حلف على شيء ناسي يعني هو كلام بيقول له أنا اديتك المبلغ اللي عليه لك، قال له أبدا والله أنا اللي خدته، وبعدين افتكر إنه خلف، هل يبقى عليه؟ هل اليمين ده يبقى كذب؟ قال لك لا. هل يعاقب عليه؟ برضه لا. هل عليه كفارة؟ برضه لا. ولا حد. يا بنات سلام الحمد لله كلكم بقيتوا فكرتوني. واحد هو وسواس النفس والشيطان يعني مع انفسنا، هل مؤاخذ عليها؟ الحديث إن الله تغاظ لأمتي عما حدثت به أنفسها، فما حدثت به الناس حديثا طارئا وما يدخل الشيطان عابرا كذا جرى فرد لا تؤاخذ عليه، إنما الشيء اللي يستقر عندك ويصير عقيدة هو الذي تؤاخذ عليه. أما الأفكار اللي بتطلع تجري دي ما عليكش حاجة فيها من صار. بأهل المساهدة سبب في عدم الإنجاب وما علاجها؟